معانا في تغطية خاصة ومميزة لمحل أثاث منزلي وأيضا سجاد ديفانو للأثاث المنزلي. تغطيتنا اليوم في محل ديفانو للأثاث المنزلي والسجاد، موقعهم بالقطيف شارع القدس بجانب مكتبة الصفار، راح تكون بهذا الطريق وأيضا بجانب تبنون القطيف، ولكن الباب الأساسي مقفل بسبب إصلاحات الطريق. يوجد مدخل خلف المعرض. يلا حياكم الله مع أقوى العروض في ديفانو. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، محل ديفانو للأثاث المنزلي موفرين لكم عروض خاصة وخصومات على الطاولات الطعام المنزلية. خلنا نشوفها مع بعض. نبدأها معاكم مع طاولة الطعام، والكل يحتاجها في شهر رمضان المبارك. إذا أنتم عيلة صغيرة تحتاجون لطاولة طعام تحتوي على 4 كراسي، عندهم هذه الطاولة ماليزية عليها خصم 50%، سعرها سابقاً 2376 والآن بسعر 1188 ريال. شايفين كيف جميلة جداً وراقية، مخمل وقطع قماش، وهنا عندنا الطاولة خشب مناسبة للبيوت الصغيرة أو الشقق. أرقى وأجمل الطاولات الخاصة للطعام راح تلاقونها في محل ديفانو، جميلة جدا وراقية. عندهم هذا الطاولة الخشب بديل الرخام تحتوي على 6 كراسي من المخمل، حابين تكشفون نفسكم في رمضان ومطبخكم عليها خصم قوي، سعرها 4399 ريال. راح يكون معاها هذا البوفيه، عندنا هنا طاولة مع المراية جميلة جدا وراقية، والسعر يا بلاش. طبعا هذا تجيكم طقم مع الطاولة الطعام، شايفين راقية راقية جدا، الموديل جميل تصميم ممتاز، والسعر 4399 ريال. يعني مو شرط تاخذونها لرمضان، حتى اللي حابين يأثثون بيتهم من جديد أو ساكنين في بيت بإمكانهم اختيار هذه الطاولة. ونيجي نشوف مع بعض هذه التشكيلة من طاولات الطعام الخشبية، راح تكون مفردة بسعر 1400 ريال. إذا حابين تأخذون معها أحد الكراسي من أحد الألوان، عندنا هذه التشكيلة من الكراسي المخملية، سعر الكرسي 169 ريال. حابين تأخذون 6 الكراسي مع بعض مع الطاولة راح تكون سعرها 2400. ونجي للفخامة، شايفين الحركات والجمال، عندنا هذه الطاولة الجميلة والراقية أيضا يبيلها مكان واسع وكبير لغرفة الطعام أو المطبخ، صراحة شيء يواجه لو عندكم ضيوف راح تكون شيء جميل جدا. طاولة تحتوي على 8 كراسي، والكراسي راح تكون مخمل، شايفين عندنا هنا الكراسي من تحت قاعدتها جدا جميلة، وعندنا هنا الطاولة بديل خشب بديل الرخام. طبعا بإمكانكم توسعون الطاولة بهذا الشكل لو عندكم زيادة ضيوف أو حابين تحطون الأطباق هنا توسعونها بتكون أكبر، فخمة فخمة جدا. وطبعا يجي معاها مرايتين مع بوفيه هنا، طبعا هذا تقدرون تحطون عليها لصحون وأدوات المطبخ الخاصة للضيافة أو الطاولة، والسعر الآن متخيلين كم؟ 5999 ريال. واللي يحبون الألوان الفاتحة عشان تعطي اتساع للمكان، ديفانو موفرين لكم طاولة الطعام الجميلة والراقية بهذا الشكل، يجي معاها 8 كراسي تكون من المخمل، وقاعدة الطاولة راح تكون خشبية، والأرضيات أيضا خشبية، جميلة جدا وراقية. يجي معاها هذا البوفيه الخاص للطعام أو للأواني الخاصة لطاولة الطعام، طبعا تجيكم بهذا الشكل، مجرين مع الكبت من تحت، واسعة وكبيرة وفخمة يبيلها مكان كبير، سعرها 5950 ريال. تشكيلة واسعة من طاولات الطعام في محل ديفانو للأثاث المنزلي، ترضي أذواقكم وحسب اختياركم وميزانيتكم. ونشوف مع بعض قسم السجاد في محل ديفانو، مقدمين لكم خصومات تصل من 20 إلى 80% على جميع أنواع السجاد. طبعا صناعة السجاد راح تكون تركي بلجيكي وبلغاري وروسي، صوف مع حرير، أسعار جدا مميزة في محل ديفانو.
تشكيلة واسعة من السجاد المنزلي متوفرة في محل ديفانو. خصومات تصل من 20% إلى 80% على جميع أنواع السجاد. ساكنين بيت جديد حابين تأثثون، مقبلين على زواج وحابين تأخذون شيء جميل ومضمون وجودة عالية، عندنا هذه التشكيلة من السجاد بعدة أشكال وأسعار مختلفة. ونشوف مع بعض هذا السجاد التركي، تشكيلة واسعة جميلة جدا. تركي مقاس 150 في 230 و 160 في 230. سعر الحبة بيكون على 250 ريال بعد الخصم. شايفين تشكيلة واسعة جدا من أشكال السجاد بعدة ألوان وأشكال وأسعار أيضا مناسبة مع الخصم. يلا حياكم في محل ديفانو. وصول تشكيلة جديدة من السجاد التركي بعدة أشكال ومقاسات متنوعة، عندنا هذا الشكل وعندنا هذه التشكيلة أيضا. المقاس يوصل إلى 4x6. يلا عندكم المقاس يوصل 4x6. خصومات تصل من 20% إلى 80%. ومن جديد محل ديفانو أيضا عندهم هذه التشكيلة الجميلة والراقية للكنب البوكليه. طبعا يكون كنب زاوية بهذا الشكل جميل جدا وراقي للغرف اللي تكون فيها زاوية. طبعا من مميزاته أيضا أن هذا الكنب يتوسع ويصير سرير لضيوفكم أو لجلساتكم، راح تكون على هذا الكنب المريح. وصل حديثا في محل ديفانو أطقم الكنب التركية، من مميزاتها إنها 9-8 أشخاص، عليها ضمان 3 سنوات. الضمان راح يكون على ضغط الإسفنج مع القماش طبعا.